وبذات الولاية عبر الكثير من الجزائريين بالمعبر الحدودي والطبول عن ارتياحهم للقرار التونسي والمتعلق بإلغاء ضريبة الدخول المقدرة ب30 دينارا تونسيا، حيث طلبوا بتعجيل تطبيقه حتى لا يبقى مجرد وعود، مؤكدين أن إلغاء الضريبة سيساعد سكان الشريط الحدودي وكذا المرضى الذين وهم صادقوا على البرلمان، قالوا زعما باش تتنحى هذه ال 30 دينار وترجع الامور كي بكري، يصير حاجه ملاحه للشعب الجزائري. الضريبه هذه غاليه، 30 دينار تاع الواحد انسان يخش باش ياخذ صوالح، وهنا يعيش يقول لك الطوموبيل تخلص 30 دينار، يعني بزاف على الناس. جيت بها الحدود باه نخدم الباسبور تاعنا ولا كا، وهنا نقعدوا نستناوهم هنا، عجل ما عجل ضريبه تاع 30 دينار هذه. رحنا في الصيف نروحوا نقضيوا قضيتنا، ما نقدروش نقضيوا قضيتنا، عجل 30 دينار. بالنسبه للواحد ما عندوش، يعني مش كل، يعني واحد ما عندوش ولا واحد يعني خدام ولا واحد يجي باش يداوي، والله 30 دينار يعني تقدر يعني تاثر في يعني في الجزائر، خاطر العمله شويه مش يعني مش كيف كيف، سي نورمال. والاشقاء التوانسه يعني فيهم تربطهم علاقه عائليه كبيره، وبالتالي هذه القسيمه اثرت سلبا على المواطن الجزائري، لما لا والمواطن التونسي بالمقابل لا يمتثل لهذه الضريبة، أي القانون الجزائري لا يطبق مثل هذه الضريبة على كل من هو أجنبي أو تونسي بالأخص أثناء دخوله إلى التراب الجزائري. إلى ولاية النعامة، حيث استاء سكان بلدية تيوت من غلق قاعة العلاج الوحيدة بالمنطقة ونقل كل المعدات إلى العيادة متعددة الخدمات. السكان طالبوا بإعادة فتحها لتمكينهم من تلقي العلاج وعدم التنقل لعيادات أبعد. المزيد في ميكروفون مصطفى حج. كان عندنا سبيطار واحد، يعني رموه وسقموه، وجانا طبيب وجانا طبيب وراح وجا طبيبه وراحت، يعني ضروك ولينا بلاش. كشتوا بعينكم السبيطار ورخصنا لنا الفرمليات والفرامله، وكان السبيطار مبلعين، هذا كان مالنا مبلع ونقص الاجهزه. يجوا هنايا النساء، يجوا منا تلقاها طالعه زوج كيلو ولا ثلاثه ابي على رجليها باش تلحق السبيطار، راك فاهم؟ وعاد اسافوار واش تلقى الطبيبه تما ولا ما تلقاش. توجد على مستوى بلديه تيوت عياده متعدده الخدمات تعمل بالدوام من الساعه 8 صباحا الى 8 مساء، كما بها نقطه مداومه، نقطه مداومه بها ممرض وبها الطبيب عن طريق لاسنت ابيلاتيف. بالرغم من بلوغه 99 سنة، لا يزال سيد عبد القادر يمارس مهنته في مزرعته الواقعة ببلدية سبسب الفلاحية بولاية غردايا، والخاصة بإنتاج الفول السوداني. تفاصيل في سياق تقرير عاصم بخاري. السيد عبد القادر وبخطاه المتثاقلة نظر لبلوغه قرن إلا سنة، لا يزال يحبذ العمل كفلاح ويكافح تقدم السن والظروف الطبيعية الصعبة بمزرعته الواقعة بمنطقة سبسب الفلاحية، يقوم بغرس وإنتاج الفول السوداني. نهار اللي نغرسو يعني كي يكبرنا اللي عاد الحشيش نحشو، واللي عاد ما كانش ما يقول ما اللي يكبر شوي نديرو لانجري. لانجري ولي عاد متاع نديرو له الدواء. السيد عبد القادر يعمل بمعايير صديقه المقرب الحاج بحفص، الذي عادة ما يساعده في عملية غرس الفول السوداني الذي يتطلب تقنية خاصة في توقيت غرسه وطريقة سقيه، إلى غاية قلع شجيراته وتنظيفها وقطف ثمارها. راه ميا قل واحد قل عام، وراه يخدم خير منا احنا من الصباح للمغرب، احنا والله ما نطيقوا نهزوا الفالة، هو يخدم الفالة ويخدم كل شيء. نقول لهم انا راني نخدم كاع لعل الشباب يدير راي شوي ويدير راس، من عام الاول الهول نقلت 300 دكله، راها من هاك راها من هاك راها وين من هاك راها ومي سنتين راها من هي راها وين من هاك. مدينة سبسب الفلاحية فضاء استثماري ومنطقة فلاحية بامتياز، عرف كيف يستغلها السيد عبد القادر ليفني حياته في خدمتها. بهذا مشاهدينا وصلنا لختام هذه الجولة المحلية، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وعودة إليك محمد. شكرا.